بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 24 من مقرر إدارة الجودة الشاملة. توقفنا في الحلقة السابقة في موضوع التزام الإدارة العليا وإدارة الجودة الشاملة، ويمكن أن ننطلق من المنظمة العالمية للمعايير ISO International Organization for Standardization، إن شاء الله نتعرف عليها أكثر في حلقة مقبلة. فركزت هذه المنظمة العالمية على أهمية دور الإدارة العليا في نظام إدارة الجودة، حيث أشارت إلى أن بإمكان الإدارة العليا أن توجد مناخا جيدا للعمل من خلال القيادة الجيدة. وأضافت المنظمة المذكورة أن دور الإدارة العليا يمكن أن يتلخص فيما يلي: أولا، وضع سياسة الجودة وأهدافها في المنظمة. نشر وتعميم سياسة الجودة وأهدافها من أجل زيادة وعي العاملين بهذه السياسة وتحفيزهم. ضمان التركيز على احتياجات العميل. أيضا ضمان تنفيذ السيرورات الضرورية لتلبية احتياجات العملاء والأطراف المعنيين. ضمان تأسيس نظام إدارة جودة كفء وفعال، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ هذا النظام والمحافظة عليه لأجل الوصول إلى تحقيق أهداف الجودة. ضمان توفر الموارد الضرورية. هذا مراجعة نظام إدارة الجودة بشكل دوري. اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة وأهداف الجودة. اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير إدارة الجودة. ومن هنا يمكن القول بأن نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة مرتبط بالالتزام بها في كافة المستويات الإدارية وتطبيقها على مستوى المنظمة ككل. إلا أن دعم الإدارة العليا واقتناعها بضرورة تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة ضروري جدا لنجاح هذا التطبيق. فالإدارة العليا يجب أن تعلن أنها جادة في موضوع تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وكذلك أن تمارس بشكل فعال هذا التوجه. فليس المطلوب هو فقط يعني حمل شعارات، ولكن أيضا ممارسة. ويبدأ الالتزام في أي منظمة من الإدارة العليا ويستمر في الاتجاه نزولا إلى الإدارة الوسطى، فالإدارة الدنيا، والتي يقع عليها دور فعال في توضيح وتوعية المرؤوسين في مجال الجودة الشاملة. وذكر جون أوكلاند 10 مرتكزات يجب تنفيذها حتى تعتبر الإدارة ملتزمة تجاه الجودة. أولا، الالتزام طويل الأمد إزاء التحسين المستمر. ثانيا، تبني فلسفة الأخطاء أو العيوب الصفرية، هذه شفناها في حلقة سابقة، حيث يجب تغيير الثقافة التنظيمية إلى العمل الصحيح من المرة الأولى. تدريب العاملين لفهم العلاقة بين العميل الداخلي والمورد. أيضا عدم اتخاذ قرار شراء اعتماد على السعر، فيجب النظر أيضا إلى إجمالي التكلفة. وجود إدارة لسيرورة تحسين الأنظمة في المؤسسة. تبني طرق حديثة للإشراف والتدريب. تفعيل الاتصالات والتوسع في تشكيل فرق العمل، بالإضافة إلى إزالة الحواجز بين الدوائر والأقسام لتحقيق المصلحة العامة. يعني هنا اتباع منهج السيرورات هذا يمكن من إزالة هذه الحواجز. تجنب بعض الممارسات الخاطئة مثل تحديد الأهداف عشوائيا بدون وجود برامج عمل أو وسائل لتحقيق هذه الأهداف، أو اعتماد المعايير على الأرقام فقط دون وجود إطار زمني أو مواصفات جودة. تاسعا، تنمية وتطوير الخبراء في المنظمة والعمل على الاحتفاظ بهم. فلابد من يعني توفير مناخ الاستقرار لهؤلاء الخبراء وتدريبهم وتشجيعهم على المواصلة وافساح المجال أمامهم للمشاركة والمشاركة في وضع أهداف واتخاذ القرارات. ثم عاشرا، اتباع منهجية منظمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. فهذه منهجية بالطبع تحتاج إلى خطط واستراتيجيات.
بشكل عام يمكن اعتبار القيادة أهم عنصر من عناصر إدارة الجودة الشاملة، فدور القيادة يبرز في كل مرحلة وكل مجال من مجالات إدارة الجودة الشاملة، يعني في وضع الرؤية القيادية، في صياغة رسالة المنظمة، تحديد استراتيجيات إلى آخره. فالقيادة الملتزمة بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تقود العاملين في المنظمة باتجاه هذه المبادئ من أجل تحقيق أهداف المنظمة. وهكذا نصل إلى نهاية هذا العنصر، فنمر إلى العنصر الموالي في هذا المقرر، ألا وهو يعني الإدارة الاستراتيجية وإدارة الجودة الشاملة، أو أيضا يمكن أن نقول الإدارة الاستراتيجية لإدارة الجودة الشاملة. في ما يخص الإدارة الاستراتيجية لإدارة الجودة الشاملة، سنرى في كعنصر أول سيرورة الإدارة الاستراتيجية وإدارة الجودة الشاملة، ثم سنرى استراتيجية الجودة. ففي بخصوص سيرورة الإدارة الاستراتيجية وإدارة الجودة الشاملة، سنحاول أن نقدم مراحل هذه السيرورة، وفي كل مرحلة من هذه المراحل سنقدم عناصر متعلقة بسيرورة إدارة الجودة الشاملة. فسيرورة إدارة الجودة الشاملة تبدأ بالرؤية القيادية، وهذه الرؤية القيادية اللي كنا في حصص سابقة تحدثنا عنها، ويعني عن مكوناتها وأهميتها. وبناء على هذه الرؤية يقع تحديد رسالة المنظمة، ثم بناء على تحديد هذه الرسالة يقع الاعتماد على تحليل بيئي، وهذا التحليل البيئي يعني يمكن من معرفة نقاط القوة ونقاط بالنسبة لتحليل البيئة الداخلية، نقاط القوة ونقاط الضعف، بالنسبة لتحليل البيئة الخارجية الفرص والمخاطر. ثم يقع تحديد الأهداف الرئيسية، ومنها تحديد الاستراتيجيات المناسبة، ثم تنفيذ تلك الاستراتيجيات. والمرحلة الأخيرة هي الرقابة والتقييم، ومن هنا تحصل التغذية العكسية. فهذه العناصر سنحاول أننا يعني نطرق لهم وفي بعض الأحيان باختصار. فهذه الرؤية القيادية تعكس تصور الإدارة لما ستكون عليه المنظمة في المدى الطويل. وكثير من الشركات ربما يرجع نجاحها إلى هذه الرؤية القيادية الواضحة. وعلى الرغم أن الرؤية القيادية يمكن أن تنبعث من ذهن قائد واحد، إلا أن منهجية إدارة الجودة الشاملة تؤكد على ضرورة مشاركة الأطراف المعنية أو أصحاب المصالح من موظفين وعملاء وموردين وغيرهم في وضع الرؤية القيادية. من أمثلة صياغة الرؤية القيادية مثلا الخدمة الممتازة هي شعارنا في تقديم منتجات ذات كفاءة عالية، سوف نكون المزود الأفضل للمنتجات التي تتمتع بالموثوقية، وشفناها احنا الاعتمادية في حلقة سابقة. والسلامة استلام العملاء لطلباتهم حسب المواصفات بالضبط، نحن شركة نخدم عملاءنا ونعامل موظفينا بعدالة ونضمن ربحا عادلا لمساهمينا. ومن جديد بالذكر أن الرؤية القيادية تتمحور حول العميل بحيث تعكس قيم المنظمة وفلسفتها. وإن مثلا هذه قيم ممكن تكون قيم مادية كنظافة والنظام، أو قيم تنظيمية كالتعاون والعمل الجماعي وإدارة الوقت، أو قيم سيكولوجية كالأمانة أو الوفاء بالوعد. كل هذه القيم لها أثر كبير على طريقة صياغة الرؤية القيادية ورسالة المنظمة، وكذلك على إجراء التغييرات المطلوبة في ثقافة المنظمة.
وبناء عليه فمن الضروري أن تقوم الإدارة بدراسة ماهية القيم التي يعني يريدون تبنيها وبناءها في المنظمة. فمثلا قد يتم التركيز على النمو أكثر من زيادة الأرباح، أو قد يتم التركيز على الاهتمام بالجودة بدرجة أكبر من الاهتمام بالأسعار. رسالة المنظمة، يتم تحديد رسالة المنظمة لتوضيح الغرض الأساسي الذي وجدت المنظمة من أجله، أي ممرر وجود المنظمة واستمرارها في تقديم منتجاتها. وبالتالي فهي تجيب على تساؤلين هامين: من نحن؟ ولماذا نحن موجودين؟ ويشارك في وضع الرسالة كافة الأطراف المعنية بالمنظمة كإدارة وموظفين وعملاء وموردين وغيرهم. وتعكس هذه الرسالة عادة الأمور التالية: المهمة الأساسية التي تؤديها المنظمة، يعني وهذا يمكننا من الإجابة على السؤال ماذا، وذلك يعني من خلال ذكر المنتجات التي تقوم بإنتاجها. أيضا يعني العملاء يعني والأسواق اللي تخدمه المنظمة، وحين لما نحدد العملاء والأسواق نجيب على تساؤل من. أيضا تحديد الوسائل التي تحقق بها المنظمة رسالتها، مثل تخفيض التكلفة وتوصيل المنازل. وهنا لما نحدد هذا يعني كأننا نجيب على سؤال كيف. فما سبب وجود هذه المنظمة؟ يعني الإجابة على سؤال لماذا، يعني هنا نحدد ما هي حاجات المجتمع التي تقوم المنظمة بإشباعها. ما هي القوى الدافعة؟ الإجابة ما هي التكنولوجيا المستخدمة وطريقة التوزيع وطريقة الترويج. أيضا تحديد الصفات التي تسبب تفوق المنظمة على المنافسين، يعني إجابة على سؤال أي صفات، يعني كالمزايا التنافسية التي تتمتع بها المنظمة. ومن أمثلة صياغة رسالة المنظمة، مثلا إشباع المستهلك هو أساس أولوياتنا، نريد أن نكون أفضل منظمة خدمة في العالم، هذا يعني رسالة الاي بي ام. إنتاج منتجات ذات درجة عالية من التطور لإضاء حاجات العملاء. اكتشاف الفضاء وهبوط الإنسان على القمر، وكالة الفضاء الأمريكية في الستينات كانت هذه رسالتها. فلكل منظمة رسالة خاصة بها، وبناء عليه قد يختلف أسلوب صياغة الرسالة من منظمة إلى أخرى. فمثلا يمكن أن تصاغ رسالة على أساس مثالي، مثلا تنادي المنظمة بعدالة الربح أو الأداء المثالي، هذه يعني صياغة مثالية. أو أساس وصفي، تصاغ أساس وصفي كأن مثلا تضع وصف للمعايير المراد الوصول إليها لتقديم منتج، مثلا سعر غير مرتفع أو بجودة عالية أو غير ذلك. رسالة المنظمة قد لا تستمر على وضعها، فقد تتغير، مثل تحول المنظمة إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى أسواقها الداخلية، أو يعني مثلا لما تظهر أي فرصة يعني جديدة، يعني كنا نقول فرصة ذهبية، فلكي تستغلها ربما تحتاج المنظمة إلى أنها تغير رسالتها. ثم تحليل البيئة، بعد ذلك يأتي تحليل البيئة، وهو ما يسمى بالإنجليزي SWOT analysis، يعني الأس هي strength يعني نقاط القوة، W هي weakness نقاط الضعف، opportunities الفرص، و threats هم التهديدات. فهنا هذا التحليل مفترض يعني يمكننا من أن نتعرف على ما هو موجود في البيئة الخارجية من فرص و يعني تهديدات، يعني الأشياء الإيجابية في البيئة الخارجية فرص، والأشياء السلبية هي تهديدات. هنا يمكن نذكر المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. أيضا ممكن تحدي الأسواق والعملاء الحاليين والمتوقعين، بالإضافة إلى تحليل سلوك المستهلك، تقييم المنافسين الحاليين والمتوقعين وما هي نقاط القوة والضعف لديهم، تقييم الموردين الحاليين والمتوقعين،
مثال هنا في هذا الجدول أمثلة من الفرص والتهديدات التي يمكن أن تواجه المنظمة، مثلا فرص زيادة الطلب على منتج معين، هذه فرصة، فتح مجال التصدير هذه أيضا فرصة، تنوع منتجات المنظمة هذا مثال لفرص، ثم أمثلة تهديدات دخول منافس قوي هذا يشكل تهديد، تغير متطلبات العملاء، أيضا صدور قرارات بتشديد المعايير، هذه كلها تهديدات. بالنسبة لتحليل بيئة داخلية كما قلنا الأشياء الإيجابية هي نقاط قوة، الأشياء السلبية نقاط ضعف، فلكي تستطيع المنظمة أنها تعمل بكفاءة لابد أنها يعني تعتمد على نقاط قوة وتحاول أنها تغير نقاط الضعف إلى نقاط قوة. مثال نقاط القوة مثلا جودة التصنيع، توفر مصدر التمويل، معرفة جيدة بالسوق. أمثلة نقاط الضعف، ضعف الوضع التنافسي، عدم كفاءة التدريب، انخفاض مستوى أداء الإدارة إلى آخره. ثم مرحلة الموالية هي تحديد الأهداف الرئيسية، فيتم تحديد الأهداف الرئيسية على ضوء رسالة المنظمة، ويقع منها اشتقاق الأهداف الفرعية. فالهدف هو ما تريد المنظمة تحقيقه خلال فترة زمنية محددة من خلال استخدام أفضل للموارد. وبالاعتماد على منطق الجودة يفترض الهدف السليم الجيد لابد أن يكون ما يعبر عنه بمصطلح سمارت، يعني الاس عند معنى الام عند معنى الاي عند معنى الار والتي. بالنسبة للاس يعني سبيسيفيك، أن يعني يكون الهدف محدد، فالهدف يجب تحديده بدقة، وينبغي أن يكون أن يكتب بوضوح. أيضا بالنسبة للأم ميجرابل، أن يكون الهدف قابل للقياس، يعني إما على أساس وحدات أو قيم أو غير ذلك من المقاييس، وحتى الأهداف اللي هي غير ملموسة كالرضا الوظيفي والمعنوي يمكن قياسه، يعني سواء يعني بنقيس بالكيلو غرام أو باللتر أو بالريال أو غيره. فأيضا بالنسبة اللي هو كيف قلنا ممكن يكون كثير، متوسط، قليل إلى آخره. أيضا achievable يعني واقعي وقابل للتحقيق، فتحديد هدف بعيد المدى قد يؤدي إلى أثار عكسية على معنويات الأفراد، ويعمل يعني يثبت عزيمتهم. أيضا الـ R هي relative متعلق بنفس الموضوع، فإذا كانت الدائرة هي دائرة الإنتاج فأنه يجب أن تتعلق الأهداف بمجال الإنتاج وليس بمجالات أخرى. أيضا ضمان إطار زمني time frame، يعني ينبغي تحديد الهدف من الناحية الزمنية، يعني راح يقع تحديد يعني وصول إلى هذا الهدف في شهر، في سنة، سنتين. أمثلة من أهداف اللي هي يعني تسعى المنظمة إلى تحقيقها، يعني تخفيض عدد الوحدات المرفوضة إلى 3 وحدات يوميا خلال عام 2012. يعني تلاحظوا يعني هنا يعني العناصر اللي تحدثنا عنها منذ قليل موجودة في هذا الهدف، يعني يمكن نقول أن هذا هدف سمارت. يعني تخفيض عدد شكاوى العملاء بمعدل 5 بالألف خلال 6 أشهر القادمة، زيادة نسبة الأشغال في المستشفى إلى 80% خلال العام القادم، تخفيض تكاليف الجودة بنسبة 10% خلال 3 أشهر القادمة، وتوضح الأهداف في ضوء عدد من العوامل المؤثرة فيها. فمن العوامل التي تؤثر والتي تمكن من يعني توضيح الأهداف هي علاقة التأثير والتأثر بين البيئة الخارجية والبيئة الداخلية للمنظمة، أيضا كمية ونوعية الموارد المتاحة للمنظمة، القدرة على تحقيق الموازنة بين المنظمة والبيئة، ثقافة وقيم الإدارة العليا للمنظمة، هذا علاقة السلطة والمسؤولية بين أفراد التنظيم. أيضا من عوامل أسلوب اتخاذ القرارات الإدارية واتجاه تدفق القرارات. ويمكن نذكر أنه من أهمية بمكان التركيز على ضرورة مشاركة كافة الأطراف المعنية في وضع الأهداف وتحديدها، كما أن من الضروري كذلك العمل على نشر وتقييم الأهداف
بعض صياغتها على مختلف الدوائر والأقسام، وذلك كي تعمل على تحقيقها ولأجل المساعدة على إيجاد الموائمة بين الأهداف الرئيسية وأهداف الدوائر والأقسام إلى أن نصل إلى الأفراد. تحديد الاستراتيجيات المناسبة، فإذا كان اعتمدنا على المستويات التنظيمية يمكننا تقسيم الاستراتيجيات المختلفة إلى أربعة أنواع من أو أربعة مجموعات من الاستراتيجيات. ففيما يسمى باستراتيجية المنظمة، وفيما يسمى باستراتيجية وحدات الأعمال، وفي الاستراتيجيات الوظيفية، وفي الاستراتيجيات التشغيلية. و يعني بصفة إجمالية نقول أن استراتيجيات المنظمة تهم المنظمة ككل، ثم استراتيجيات وحدات الأعمال يعني هي استراتيجيات وحدات أعمال لما تكون شركة ممكن متعددة الجنسيات أو عندها مصانع متعددة ومنتجات متعددة، يعني وحدات أعمال متنوعة. فهذه كل وحدة عمل تكون استراتيجية تساهم في تحقيق استراتيجية المنظمة، هي التي تساهم في تحقيق الاستراتيجيات الأعمال وبالتالي استراتيجيات المنظمة. وفي المستوى الأسفل استراتيجيات التشغيلية التي هي التي تساهم في تنفيذ الاستراتيجيات الوظيفية وبالتالي استراتيجيات وحدات الأعمال، وكلهم يساهموا في تحقيق استراتيجيات المنظمة. وإن شاء الله سنرجع إلى هذه الاستراتيجيات في الحلقة المقبلة، وهكذا تنتهي حلقتنا. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة. نسأل الله الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ندعو الله أن تكتب أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. N41 G.